Your Excellencies, esteemed guests. أصحاب السعادة والمعالي، الضيوف الكرام والشباب. فيما أنظر في هذه القاعة قبل بضع جلسات، وجدت الكثيرين ممن يضعون سماعات الترجمة، وهذا جعلني أفكر بعدد اللغات التي يتم تمثيلها في مؤتمر الأطراف 28. وفقاً لجوجل فإن هناك 7100 لغة يتم الحديث بها حول العالم، وقد تكون هناك أكثر بكثير. إن ثراء تنوعنا كبشر يزداد فقط من خلال قدرتنا على احتضان هذا التنوع اللغوي الرائع الذي يسمح لنا بأن ننظر إلى العالم بمنظار جديد ومثير للدهشة. اليوم أنا هنا أتطلع إلى أن أقدم لكم لغة إضافية إلى هذه المجموعة الرائعة من اللغات، ولكنني أعدكم بأنها لا تحتاج إلى أي أجهزة إضافية للترجمة. فهي اللغة التي يجب أن تكون لغة عالمية يتحدثها الجميع، وعلينا أن نتحدثها بطلاقة ونتفاعل معها بالحب والخير. فهي موجودة في أذهاننا منذ ولدنا، وآمل أن نتمكن من إبرازها اليوم وأن نتحدث بها بحيث يمكن ألا نغفلها بعد ذلك. تظهر الأبحاث بأن مشاركة اللغات نفسها تساعدنا في التعاون معا بمزيد من الفعالية، وأنا واثقة من أن هذه اللغة قادرة على أن توحدنا بطرق غير مسبوقة. اليوم أقف أمام برسالة بسيطة وهامة. أريد أن أطلب منكم جميعا أن تغيروا لغتكم إلى لغة التمكين والشباب وشمول الشباب، وهي لغة عالمية يجب أن تتحدثها جميع الدول فيما تتحدث إلينا، لتكون لغتها الأم في التعامل مع التغير المناخي. فهي لغة تتجاوز الحدود وتتعدى الثقافات والأيديولوجيات وفجوات الأجيال، وتوحد من أجل غاية واحدة وهي الحفاظ على كوكبنا للأجيال المستقبلية. هذه هي اللغة التي يتحدثها الشباب جميعا حول العالم، وفي عالم يبدو منقسما بسبب الاختلافات، إن هناك حقيقة واحدة لا تنكر، فهي إلحاح وحتمية هذه الأزمة. أينما كانت أوطاننا وأعمارنا وخلفياتنا، فنحن جميعا بحاجة إلى لغة واحدة مشتركة تسد الفجوة بين الحديث والعمل. كيف نضمن أن تتحول الوعود المقطوعة في غرف الاجتماعات إلى حقيقة ملموسة؟ والإجابة تقع في أيدي الشباب والشغف الكبير لهم بهذه الأمور، فهم يطالبون باستمرار بخطوات ملموسة. وقيادة الإمارات تؤمن بضرورة تمكين الشباب كأمر حتمي وليس رفاهية، وقد عقدنا مؤتمر الشباب قبل أسابيع، وكان هناك أكثر من 750,000 شابا وشابة قدموا مدخلاتهم في بيان الشباب العالمي من 160 دولة، وهم لديهم شغف كبير يدفعهم للتغيير. عندما نمكن الشباب فإننا نمنحهم الأدوات التي تمكنهم من صياغة السياسات وإلهام نظرائهم ومجتمعاتهم، وعندما يكون لهم مقعد على مائدة المفاوضات وصوت في صنع القرار، فإنهم يكونون وكلاء في صناعة التغيير. فهم يحملون معهم شغفا فريدا وإمكانات متفردة. ولكن كيف يمكن للشباب أن يضعوا مفردات هذه اللغة الجديدة قيد الاستخدام، عندما تكون حروف مشاركتهم وتفاعلهم وتمكينهم ما تزال قيد التساؤل؟ كيف يمكنهم أن يفعلوا ذلك دون شك ودون تردد؟ عندما يتحدث الشباب لغتهم فإنهم كثيرا ما يواجهون الصمت والارتباك وربما الخوف، وهذه هي المرة الأولى التي يقدم فيها مؤتمر الأطراف هذا العدد من الشباب المشاركين والمنخرطين بفاعلية. بعد 27 مؤتمر للأطراف أصبح بوسع الشباب أن يشاركوا في المفاوضات الانتقالية، فهم ليسوا مجرد مراقبين ومتابعين للمجريات الأمور، فهم الآن أصبحت أصواتهم مسموعة أمام رئاسة الكوب.
Why is it that we believe it? السبب سبب في ذلك هو أننا متأكدون بأننا لا نستطيع أن نتعلم هذه اللغة الصعبة، ولكن رئاسة كوب 28 تعرف تماما أن تحدث بلغة تمكين الشباب يمكنها أن تسهم مساهمة جمة في رسم ملامح المستقبل، لأننا لا نستطيع أن نتحرك إلى الأمام بدون الشباب. وطني دولة الإمارات تتحدث هذه اللغة بطلاقة تامة، فمنذ 52 عاما أدرك قادة الدولة أهمية الشباب كأهم موارد الدولة، وما اكتشفته رئاسة كوب 28 هو أن الشباب في مؤتمرات كوب كانوا بحاجة لترجمة لهذه اللغة إلى الآخرين، وكانوا يحتاجون إلى إبرازها للآخرين، وهذا ما نعم يفعله فريق مناصرة الشباب، فهو يساعد في تعزيز هذه اللغة ونشرها بحيث تصبح لغة رسمية معترفا بها. ولهذا السبب فنحن هنا بحيث يمكن أن يتم الاعتراف بهذه اللغة وفهمها عن نطاق واسع وانتشارها، لأن دور مناصري الشباب في العمل المناخي يهدف إلى دمج أصوات الشباب وأفكارهم ومشاركتهم الفاعلة وتلبية احتياجاتهم في كافة أبعاد عملية مؤتمرات الأطراف. إن استراتيجية مناصرة الشباب في العمل المناخي واضحة جدا بهدف إرساء التعليم وتأكيد أهمية العمل وإبراز صوت الشباب، وهناك الكثير من المناقشات التي تقوم على هذه الاستراتيجية. بالنسبة لنا فإن كوب ليس مجرد فعالية، فهو عملية بناء بدأت قبل سنوات من الفعالية ذاتها، ونحن نأمل بأن يدوم الأثر لقرون قادمة بعد هذا المؤتمر وبعد هذه اللحظة. I have to be honest. ولأكون صادقة، فإن مؤتمر الأطراف 28 تفوق في إبراز الشباب ودورهم وحواراتهم، ولكن الأمر لا يجب أن ينتهي هنا، فإن علينا جميعا أن نتحمل مسؤولية إبقاء هذه اللغة على قيد الحياة، فكل لغة تحتاج لإحيائها والحفاظ عليها إلى من يتحدث بها في كل فرصة سانحة، وآمل أن تنمو وتزدهر بحيث تظهر في كافة مؤتمرات الأطراف القادمة، لأن هذا هو إرثكم وهي الطريقة التي تحدد ما نستطيع التفكير به والحديث عنه. لا تقيدوا هذه اللغة بأي حدود، لأن هذا سيقيد إمكاناتكم. نحن نعرف اللغة التي يجب أن نتحدث بها بشكل مشترك، إنها لغة الوحدة والتعاطف والمحبة، ويمكنها أن تتجاوز كافة الاختلافات وتلقى صدى في أذهان وقلوب الجميع، لأن ما يحدث عندما تخفق هذه اللغة هو أن نتأخر في طريقنا. إننا من خلال هذا الدور نحرص على ضمان حق الشباب في المشاركة الفعالة في جميع مؤتمرات الأطراف، لأن وجود لغة مختلفة يعني منظورا مختلفا للحياة ولهذا الكوكب. فاستعدوا لحلول جديدة واستعدوا لخارطة طريق لهذه الثقافة القائمة على الشمول، فهذه اللغة تخبرنا ما هي قيمنا وما نجسده وإلى أين سنتجه. شكرا جزيلا لكم. Thank you.